انت اكيد طبعا شفت مباراة في الفيوتشر، والحمد لله قدرنا ان احنا ناخد ال3 نقاط. مباراة فاركو، شايف المباراة دي ازاي فنيا؟ من المباريات الصعبة جدا ولا لا؟ الزمالك قادر يقتنص الفوز بسرعة؟ بصي، في البدايه احنا في الوقت الحالي كل الماتشات تبقى ماتشات صعبه بالنسبه لنا، فالمهم بالنسبه لنا ان احنا نقدر ان هي اقف على رجلينا نفسيا. يعني الصح ان انت تقدر تكسب الماتشات دي نفسيا، وزي ما بيقولوا المكسب بيجيب مكسب. فماتش فاركو طبعا ماتش صعب جدا، انت بتلاعب واحد من احسن المدربين في الدوري المصري اللي بيقدر ينظم دفاعه بشكل كويس جدا، هو الكابتن طارق العشري. فده الماتش صعب فعلا، صعب جدا. فده دور مستر فيريرا والجهاز الفني اللي معاه ان هم يأهلوا اللعيبه بشكل نفسي، لان كده كده هي نفس اللعيبه وما اتغيروش. فالدور الفتره اللي جايه ان هم يكونوا مؤهلين بشكل نفسي ان هم يتعاملوا مع الماتشات دي كانها ماتشات كؤوس. انت قلت لي ان انت ذاكرت فاركو فرق لحد ما كويس جدا. مين عناصر الخطر في فاركو؟ ايه نقاط القوة عندهم ونقاط الضعف عندهم اللي احنا ممكن نشتغل عليها؟ يعني احكي لي كده كل التفاصيل الفنية. بص، مبدئيا هو نادي فاركو طبعا بدأ السيزون بنونو الميدا البرتغالي، وده كان مساعد قبل كده لمستر فيريرا. نونو الميدا كان راجل مدي شكل دفاعي كويس قوي للفريق السيزون اللي فات وبداية السيزون ده. بعدين حصل تغيير، التغيير اللي حصل كان بكابتن إيهاب جلال، ودول مدرستين عكس بعض خالص. حد بيسيب الكوره وبيبدا يدافع من في التلت الاخير او بيلعب ميد بلوك، وبعدين بيبدا يشتغل على الهجمات المرتده او الكونتر اتاك، لحد تاني بيحاول يشتغل بالكوره وبيحاول يمسك طول الوقت الكوره وبيقابل من فوق. فانت كان في انا كان في غلط غريب جدا في الاوراق، وكان في اختيار غريب جدا بين الاثنين، لحد ما في الاخر اختاروا الكابتن طارق العشري، وده حد الى حد ما شبه كابتن نونو الميدا في اللي كان بدأ معاهم بدأ السيزون. معاهم الماتش اللي فات مستر كابتن طارق العشري طبعا كان الحقيقه كان مفاجئ بالنسبه لي في بدايه المباراه انه قابل المصري من فوق، وده يعني تقريبا ما بيعملهاش كتير جدا كابتن طارق، لحد ما بدأ خطف الجونين في الشوط الاول. الشوط الثاني بدأ يدافع في التلت الاخير خالص، يعني مش حتى ميد بلوك، لا لو بلوك خالص، وبدأ يلعب على الهجمات المرتده. خطوره فاركو بتتشكل في العناصر المهمه اللي زي محمود حماده، ده عنصر مهم جدا في نص الملعب، وزي ما شفنا مستر فيتوريا بيعتمد عليه بشكل في الفتره الاخيره في المنتخب، وعندهم عمرو جمال ورزق حمرون وشكري نجيب. الحقيقه ان هم كل التحركات بتاعتهم او الهجمات بتاعتهم بتعتمد ان عمرو جمال دايما بيسقط على طرف من الاطراف او في قلب الملعب، ده اللي حصل في مباراه المصري، ورزق حمرون بيبدا يتحرك في المساحه اللي بيسيبها عمرو جمال. تمام. فمهم جدا من خط دفاعنا ان محدش يندفع ورا عمرو جمال، لازم اللعيبه تبدا تسلم لبعض. بمعنى انا لو سنتر باك وماسك عمرو جمال بدا ينزل على نص الملعب او بدا يتحرك على طرف من الاطراف، المفروض انا ما ببيعش نفسي خالص، ولازم يتم تسليمه لاقرب لعيب واقف في الزون دي. ما فقدش الكوره باي بالظبط. شكل. لا، مش ما فقدش الكوره، ما فقدش مكاني، لان انت بتدافع عن منطقه معينه. تمام. فانت لو سبتها انت بالتالي هيحصل ثغره زيها زي بالظبط اللي حصل في جون غاز المحل الاولاني.